فتاة المستحيل. في أزقة الحي فتاة تدعى جوري، لا تملك مأوى تلجأ إليه. كانت دائما تحلم بالذهاب إلى المدرسة لأنها الوسيلة الوحيدة التي ستؤمن مستقبلها. إن القوة، العزيمة والإرادة صفاتها. فرغم حرمانها من المدرسة كانت تتعلم القراءة من الكتب المبعثرة والجرائد الممزقة التي لا يعيرها أحد أي اهتمام. فكلما رآها أطفال الحي سخروا منها، لكنها لا تبالي، فتقول لهم: إن أكبر هزيمة في حياتي هي حرماني من متعة القراءة. ذات يوم صادفها رجل يرتدي ملابس الأثرياء، فألقى بنظره على جور الفتاة المسكينة التي ترتدي ملابس ممزقة، ووجهها البريء يتلألأ مع انعكاس ضوء أشعة الشمس. خاطبها متعجبا: ما اسمك؟ ولماذا أنت هنا؟ أليس لك مأوى يحميك ولا أبوين يرعيانك؟ أجابت حزينة: اسمي يا سيدي جوري، أنا هنا لأنني لا أملك بيتا أحتمي تحت سقفه، ولا أبوين يربياني لأنهما تركاني وأنا صغيرة في الشارع. رد بأسف: أعتذر، هل تعرفين القراءة والكتابة؟ أجابت بلهفة: نعم يا سيدي، حتى لو لم أذهب إلى المدرسة فقد تعلمت بنفسي. قال الرجل: سأوفر لك متطلباتك، لأنني لم أرزق بطفل يملأ بيتنا أنا وزوجتي بالسعادة. أظن أنها ستفرح كثيرا إذا علمت أننا سنتكفل بك. وبعد أعوام كبرت جوري مع تلك العائلة، وبعد أن بلغت سن 18 كانت من بين المتفوقين في الدراسة. نجحت، تخرجت في علم الطب، ثم أصبحت طبيبة ورئيس جمعية توفر للمتشردين ما يحتاجونه من حقوق. في نفس الوقت كانت كاتبة وشاعرة. أصبحت هذه الفتاة قدوة للجميع، يضرب بها المثل في كل أنحاء العالم. ذات يوم في لقاء صحفي صرحت جوري بأنها تؤمن بمقولة باولو كويلو: ليس هناك سوى شيئا واحدا يجعل الحلم مستحيلا، هو الخوف من الفشل.